سلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة عفو تقرير أعمال اللجنة للعام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء سموه بالمشرف العام على اللجنة إبراهيم الحسني وأعضاء اللجنة، واستمع الأمير فيصل بن مشعل لشرح مفصل من قبل المشرف العام على اللجنة عن الأعمال المنجزة، والذي أكد أن 60% من أعمال اللجنة ترتبط بالخلافات الأسرية، وأن ما تم تحقيق الصلح به من القضايا تجاوزت نسبته 85%. أشاد سموه بجهود اللجنة في خدمة المجتمع، مؤكدا على أهمية مضاعفة العمل لمواصلة تحقيق المخرجات الإيجابية لصالح ما تقوم به اللجنة من أعمال وما ينتج عنها من آثار.